قول بنت رجاء. رجاء، مرحبا، مساء الخير، تفضلي. انت ناطر ولي العهد. نعم. الحمل الثاني فداء. فداء، مساء الخير فداء. الحمل الثالث فاطمة. فاطمة، مرحبا فاطمة. جربته مرة رابعة؟ أكيد. وبانتظار ولي العهد؟ اجت دموع. دموع، لازم تسميها فرحة. دموع. ليك ملا فرحة. لكن زعلان؟ ليه سميتها دموع؟ بحب هذا الاسم. طيب بعد دموع بدك ولي العهد بعدك؟ أكيد. خامس ولد؟ دلال. دلال، وقفته؟ لا، مصرين بدنا الولد. ستة، في حمل؟ حسنة. حسنة، مساء الخير. ست بنات؟ ايه هون وقفنا. لنقعد هون. هون صرنا نراجع نفسنا، وبتعرف عندنا نحن العالم بتحكي كتير. المجتمع كيف كان عم بيتعاطى مع رجل ومع عيلة عم بتجيب بنات؟ هيدا ما بيجيب غير البنات، هيدا لازم يتجوز، هيدا لازم يترك مرته، هيدا لازم من هالحكي هيدا. سؤال، ليش محمد لما المجتمع كان عم بيضغط ما فكر بالخيار اللي ممكن يروح انه يتزوج زوجة تانية كرمال يجيب الصبي؟ منو صحيح؟ لأنه الزواج منو من الولد، منو من الزوجة؟ الولد من الزلمة، شو بيقول عليها المرأة؟ بس المجتمع بيقول مسؤولية المرأة وبحمل المرأة كل ضغوط الحياة. منو صحيح هالحكي؟ المرأة ما لها ذنب، هو بذرة الزلمة، ما أنا بذرة المرأة. هو المرأة أرض، شو ما زرعت فيها بتنبت، زرعت فيها قمح بيطلع قمح. وزرعت بذور؟ صار عندنا كومة ورود. كومة ورود، ست ورود، ارتحت أو بنرجع بنوقف؟ لا بدك توقف. يلا رجعنا وقفنا. إيه مطولين لسه ما بلشنا. لكن بنرجع بنقعد. خليك واقف أحسن لك. يلا. إيه. رجعت حملت زوجتك؟ حملت زوجتي. مريم. مريم. مرحبا مريم. سبع بنات، وقفت؟ لا، في بعض. بس بالمقابل كيف كانت علاقتك مع بناتك؟ يعني كنت عم تلعب دور الأب أو كنت فقط هذا؟ وقفت؟ لا، في بعض. بس بالمقابل كيف كانت علاقتك مع بناتك؟ يعني كنت عم تلعب دور الأب أو كنت فقط هذا الرجل اللي بده يجيب ولي العهد للمجتمع؟ أنا كنت ألعب دور مع بناتي كأم وكأب، يعني اعتني فيه مثل ما بتعتني فيه أمي وأكثر، وعندي كل وحدة أغلى من الثانية. بس ليه كنت حاول دايماً؟ إنه أخ لألهم بيسندهم. حلو يكون بين البنات في ولد. سبع أولاد. سبع أولاد. بقعد؟ لا خليك واقف. سبع وبنت، شو بتقولي؟ إن شاء الله صبي. نور الهدى، بنت. كيفي؟ عادي يا نور الهدى. عادي بقعد تعال. ثمانية، بقعد؟ لا بدك ضلك واقف بعد ما بلشنا. ما بلشنا. يلا بنوقف. بعد بدنا ولي العهد. الله يستر ما يصير فيك هيك. ناطرة تعرف إذا عمر أو قمر. هي بدها عمر، أنا بقول قمر. أنت شو بتقول؟ الله يرزق اللي بتتمناه هي. هي بدها عمر. الله يبعث لي إياه. عمر إن شاء الله. ثمان بنات. نعم. قلت لي ضلني واقف. كملنا. على التسعة. لربما يجي ولي العهد. ما اجى ولي العهد، اجت ريماس. ريماس. مرحبا ريماس. تسع بنات وانت بدك عمر. ان شاء الله، هاي طامت الله. بقعد؟ لا خليك واقف. رجعنا وقفنا. وقفنا، خليني وقف. بعد التسعة وقفنا، خلص ضربنا فريم. امطرنا 8 طيب. سنين. ليش ضربت فريم؟ هون الصور بده مين يشتغل، ما انا ما بقى فيني وحده. صرت بركض بالليل وما بقى اشوفهم. روح على الشغل نايمين واجي نايمين. ما بقى اشوفهم. بس سؤال، العائله الكبيره
مسؤوليات العائلة الكبيرة. أكيد. طيب البي لكن عم بيكون ومصر ليكون في عنده عائلة كبيرة، المقرب الآخر في مسؤوليات مجتمع عنا منو متخلف وبيحكي يروح يقبر حوله أحسن له، إنه البنت شو بتفيده يعني بكرة بتروح على بيت جوزة. قلنا بركة الله بيبعثنا الصبر، وقفنا 8 سنين، بعد 8 سنين قلنا تنعمل محاولة كبرى وأخيرة. كبرى وأخيرة يا أم أمل، كبرى وأخيرة. أبو رجاء، المحاولة الكبرى والأخيرة. المحاولة الكبرى والأخيرة. غيرت رأيك؟ 7 بنات. اللي بتيجي بتوم أنجري البطة بتخ اللي بتيجي